مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد، إذا الأجواء ستكون مشمسة تماما على المدن الساحلية الوسطى والشرقية، لكن بعد تلاشى ضباب خفيف سيميز صبيحة الغد السواحل الوسطى والغربية. النشاط الرعدي سيميز المرتفعات الداخلية، احتمال أن يكون مرفوق ببعض الأمطار الرعدية على المرتفعات الداخلية الغربية. هذا النشاط الرعدي سيمتد إلى شمال الصحراء منطقة الثورة، لكن سيكون أكثر فعالية في ما يخص أقصى الجنوب الجزائري مرتفعات الهجار وتسري مع زوابع رملية موسمية بالصحراء الوسطى وبولاية تنوف. أما عن درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد تتراوح بين 19 إلى 26 درجة بشمال الوطن، 29 درجة بغردايا لواد بسكرة، 30 درجة فيما يخص ولاية بشار، 31 بالنسبة لتنوف إن صالح ورقلة، 32 درجة بأدرار، 33 ببرج بجي مختار، ولتقارب 31 درجة كلما اتجهنا إلى إنقزام. أما فيما يخص ظهيرة الغد بحول الله، الحرارة القصوى دائما ستبقى مرتفعة بالشمال وبالجنوب، لذا لتقارب 41 درجة فيما يخص غليزان شلف ومعسكر، 40 درجة بتيزي وزو، 35 بالعاصمة والبيض، 40 درجة أيضا سترتفع بولاية تلمسان، 33 درجة بوهران مستغانم وتبسة، 32 بعنابة سكيكدة، لن تتعدى 42 درجة بشمال الصحراء، 45 درجة بورقلة، 42 فيما يخص إليزي ترتفع بأدرار لتقارب 47 درجة تحت الدل، 46 درجة بإن صالح لتقارب 45 درجة كلما اتجهنا نحو برج بجي مختار إنقزة. فيما يخص الملاحة والصيد البحري، فالبحر سيبقى هادئ على طول الشريط الساحلي، سرعة رياح إذن تبقى ضعيفة تماما لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى، 20 كيلومتر على السواحل الشرقية والغربية. هذه أحوال الطقس هنا بالجزائر. خارج الوطن إلى جنوب إفريقيا وبالتحديد إلى أديس أبابا، إن الأجواء ستكون ممطرة مع 18 درجة، نفس الأجواء بأبو جمع 26 درجة، 15 درجة بكيب تاون. الأجواء ستكون غائمة جزئيا بباقي العواصم مع تسجيل إذا 29 درجة ببانجي، كينشاسا 31 درجة، نيروبي 21 درجة، لوساكا 27 درجة، وفي الأخير أبيجان. الأجواء ستكون غائمة كلية، درجات الحرارة القصوى لتقارب 28 درجة مئوية. أما عن وقت شروق الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحها، نهار الغد سيكون في حدود الساعة السادسة صباحا وثلث دقائق. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.